أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هذه التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية في الجزائر. وفي حلقة اليوم، حركة بركات تدعو إلى مرحلة انتقالية وجمهورية ثانية، ومحامون جزائريون يريدون رفع دعوة حجر على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي. وأخوات الدرك الجزائرية تفتش مقر قناة الأطلس الخاصة في الجزائر وتحتجز معداتها وتقوم بحجز معداتها. وفي سيل الأخبار المحيرة خاصة لأنصار العهد الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تبلغ درجة الحيرة العالمية من اختفاء الطائرة الماليزية، خبر يمكن أن نقول أنه مفرح، خبر ربما عنوان للتعقل والحكمة. اليوم محكمة جزائرية في وهران تبرئ الرسام الكاريكاتوري الجزائري جمال غانم عن تهمة إهانة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على خلفية دعوة قضائية غريبة رفعها ضده مدير صحيفة جزائرية في وهران كان يعمل بها هذا الشاب الكاريكاتوري، وبسبب رسم لم ينشر في هذه الجريدة. قبل أن نبدأ النقاش حول تطورات المشهد الجزائري على خلفية هذه الانتخابات الرئاسية التي تثير كما كبيرا من الجدل، نتابع بداية هذا التقرير. يبدو أن التقرير ليس جاهزا، ربما سنحاول العودة إليه لاحقا. ربما الآن الزملاء يقولون أن التقرير جاهز، نتابع التقرير إذن ثم نعود. أنا قلت نزيد نعود اليوم، مي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك لازم نتفاهموا، إل نو جير با لالجيري افيك سي بيي، إل جير لالجيري افيك سا تيت. عقل بوتفليقة يشتغل أحسن من عقولنا، شهادة ثقيلة من عمارة بن يونس. يبدو أن وزير الصناعة يفهم ما في دماغ الرئيس أفضل من كل الأطباء الجزائريين. من وظائف الرئيس استقبال رؤساء الدول والتفاوض معهم لساعات، رئاسة وفد البلاد في الأمم المتحدة، تسلم أوراق اعتماد السفراء الذين يفوق عددهم 60 والذين لا يزالون في الانتظار منذ أفريل الماضي، طوابير في كل أنحاء الجزائر جمعت فيها حوالي 4 ملايين توقيع لرجل مريض نقلت بشاحنات من قصر المرادية إلى المجلس الدستوري. نفس الأحزاب لم تجمع 2 مليون من الأصوات في التشريعات السابقة، استغباء لعقول الجزائريين كما عبر عنه معارضو العهدة الرابعة. 14 ثانية كانت كافية ليبدأ بوتفليقة حملته من المجلس الدستوري وينهيها في مجلس واحد، ولو استمع إلى وزيره الأول لما أجهد نفسه كل هذا الجهد. الوزير أكد مرارا أن بوتفليقة لا يحتاج أصلا إلى أي حملة انتخابية. كل شيء غريب متوقع حدوثه في رئاسية الجزائر. إن الحالة التي ظهر بها الرئيس في المجلس الدستوري ومجاهدته من أجل الكلام لثوان فقط تدفعان إلى التساؤل عن مدى امتلاكه لأمر نفسه. هل يعقل أن لا يدرك الرجل وهو بكل هذا العقل الذي يشهد به وزير الصناعة ورئيس الحكومة أن البقية الباقية من صحته لا تمكنه حتى من نطق أكثر من 20 كلمة؟ فكيف يقوى على مستلزمات الرئاسة ووظائفها وتبقى هذه الرئاسيات المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات؟ تقرير رضا ربيحي، قراءة عادل العزيزي. ينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب من الجزائر فضيل بومالة الباحث والناشط الحقوقي. فضيل بومالة مرحبا بك. لو نبدأ بداية ربما بهذا الخبر العاجل وهذه الأنباء التي تتحدث عن اقتحام الدرك الجزائري لمقر قناة الأطلس، وبأمر كما يقولون كما قال مسؤولون عن هذه القناة بحسب ما يقوله ناشطون في فيسبوك، أمر بالتفتيش واحتجزوا قاموا بحجز المعدات. ما قراءتك لهذا التطور بداية؟ شخصيا لم أتعجب من مثل هذا السلوك، خاصة وأن طبيعة القنوات وطبيعة السلوك العام في الجزائر منافي للدستور ومنافي للقوانين، بمعنى أن النظام يتحايل على نفسه ويجعل من الأمور تسير خارج أطر القانون، وبالتالي يسمح مثلا في حالة القنوات
الجزائرية أن تكون قنوات أجنبية تدفع أموال جزائرية للخارج، ولكن تعتمد في مكاتب متواضعة في الجزائر، تعتمد هكذا في مكاتب ثم بعد ذلك تبدأ البث. هي من ناحية الشكل هي جريمة يرتكبها النظام في حد ذاته، لأنه لا يريد حقيقة فتح السمع البصري، ولا يريد تكريس الحريات الفردية والجماعية وخاصة منها حرية التعبير. ولكن من جهة أخرى، إذا كان الذين يعبرون عن أنفسهم أو أصحاب القنوات أو أصحاب الجرائد أو أي كان يخالف رأي النظام، فإنه يستعمل ضده القانون علما بأن النظام خارج القانون. ولذلك أنا شخصيا لم أتعجب، وربما سيتجه النظام إلى راديكالية أكبر ضد كل من يخالفه الرأي، وضد كل من يخالف العهدة الرابعة، وضد كل من يطالب بالتغيير الجذري والقطيعة والذهاب إلى جمهورية ثانية كما ندعو إليه. إذن أنا لم أتأكد بعد من كل المعطيات، ولكن شخصيا لم أتعجب من هذا السلوك، وأيضا أنا أندد بسلوك النظام في حد ذاته. قنوات في الجزائر كل له قنواته، علما بأن القنوات الخاصة أو ما يعرف بالخاصة في الجزائر هي تقاسم للأدوار بين أجهزة النظام وجماعات المصالح في البلاد. هناك رئاسة الجمهورية وجماعاتها عندهم قنوات تعتبر يقال عنها خاصة، هناك الاستخبارات وجماعاتها عندها قنوات، وهناك أصحاب رؤوس الأموال في خدمة هذا أو ذاك أو في خدمة مصالح أخرى عندهم قنوات. نحن أبعد ما نكون عن حرية السمع البصري، وأبعد ما نكون عن حرية التعبير، وأبعد ما نكون عن القانون وعن الدستور في حد ذاته. السلطة والنظام يخالف القانون في كل شيء، ولذلك فأنا لم أتعجب. يعني نتيجته باطل؟ طبعا هذا أمر يدعو إلى الفتنة. النظام يصنع فتن وحروب أهلية صغيرة في داخل المجتمع. نحن نعيش فتن وحروب أهلية هكذا في كل القطاعات، والنظام يحاول أن يدير هذه التوازنات وهذه الفتن بالطريقة التي تساعده، علما بأن القانون واضح. النظام يتحايل على الجزائريين، ويتحايل على القانون، ويتحايل على الدستور، وأيضا يتحاول حتى على المهنية في العمل. لماذا لا يفتح النظام السمع البصري؟ أيعقل أن يذهب الجزائريون ونحن في القرن 21 في 2014 إلى الخارج للبحرين ولسويسرا وللأردن ولبريطانيا ولفرنسا ولدول أخرى حتى يتحصلوا على اعتمادات من أجل قنوات خاصة يبثون من خلالها البرامج الجزائرية، ولكنهم يدخلون للجزائر وينتجون البرامج في الجزائر ويستضيفون الناس في الجزائر ويبثون حتى الدعاية من الجزائر. إن النظام يعلم المجتمع الخروج عن القانون. إن النظام لا يؤمن بكل ما هو قانون فقط وفقط، يؤمن بكل فقط الأطراف التي، بدليل أن النظام في حد ذاته هذه الأيام يطلق قنوات خاصة سواء لهذا المترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة أو لمترشحين آخرين، يطلقون قنوات أخرى من الخارج. والله عيب كبير، عيب كبير. ونحن الذين كنا سباقين في مرحلة ما بعد أكتوبر 88 لحرية التعبير ولحرية الصحافة، وخاصة للعمل الجبار الذي قام به السمع البصري في الجزائر في أثناء مرحلة ما بعد 1989. الجزائر أصبحت مهزلة وتتراجع مقارنة مع نفسها في كل القطاعات. طيب كيف تفسر، أشرت إلى إطلاق قنوات بين عشية وضحاها، حديث الآن عن قناة تبرز يقال بأنها تدعم الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة اسمها الوئام، بناء طبعا على ربما قانون الوئام المدني، وحديث صحف جزائرية تقول بأنه خصصت لها ميزانية خرافية 24 مليون دولار أو يورو من رجال أعمال محسوبون على الرئيس وزمرته كما تقول هذه الوسائل الإعلام الجزائرية. حينما نخرج عن النص الأساسي للأمة الذي هو الدستور، ونخرق الدستور ونخرق القانون، يصبح من الممكن للنظام ولكل الأطراف الأخرى التي تريد أن تتنافس مع النظام أو التي تريد أن تتصارع مع النظام، يصبح الأمر أمر ممكن أن يفعلوا أي شيء. حينما بلد لا يؤمن بالقانون ولا يؤمن بالدستور ولا يؤمن بالحريات ولا يؤمن بالتشريعات لا الداخلية
في هذه الحالة يصبح من الممكن رئيس الجمهورية وجماعاته يطلقون طبعا ما يريدون ويجمعون الأموال، وكذلك مترشحين آخرين. البلد أصبح بلد لا قانون. خليك معنا فضيل لو سمحت. دعنا نشرك معنا في النقاش الآن من الجزائر الأستاذ أحمد عظيمي، أستاذ علوم سياسية. أستاذ أحمد عظيمي، يعني أنت لك علاقة بهذه القناة، قناة الأطلس، كنت تقدم فيها حتى برنامجا وتستضاف الآن كضيف، هل لديك معلومات حول اقتحام القناة اليوم من قوات الأمن الجزائرية، قوات الدرك، وتفتيشها وحجز معدات لها؟ وهذه القناة أنا كنت أقدم فيها برنامج يومي، كان يعمل واحد من النخبة 10 دقائق كل يوم، ودام هذا البرنامج 3 أشهر ونصف، وأوقف تحت ضغوط كبيرة جدا تعرضت لها القناة في ذلك الوقت. في سبتمبر الماضي كانت ضغوطات كبيرة جدا مورست على القناة من أجل توقيف البرنامج اليومي الذي كنت أقدمه، وبعد ذلك القناة توقفت لفترة معينة حوالي 2 أسبوع لأن بعض الشركاء المالكين لها غادروها، وبقى واحد فقط مالك لهذه القناة وهو شاب. وفي هذه الأيام الأخيرة القناة خدت مواقف صريحة ضد النظام، وكانت القناة الوحيدة اللي كانت تغطي كل المظاهرات التي قام بها الشباب في الجزائر العاصمة، وكما فتحت المجال للكثير من رجال النخبة الجزائرية ليتكلمون فيها بصراحة لم نتعود عليها في القنوات الجزائرية. واليوم علمت من قليل أن هذه المجموعة من رجال الدرك جاءوا بأمر تفتيش من محكمة سيدي محمد، ودخلوا وفتشوا وأخذوا بعض التجهيزات وكاميرات إلى آخره. إذن الأمر في رأيي، لا ندري لحد الآن ما هي التهمة التي وجهت لهذه القناة، حتى صاحب القناة لا يدري ما هي التهمة، لا يدري لماذا، لكن أعتقد بأن الأمر مبيت لغلق هذه القناة لأنها أصبحت مزعجة، أصبحت مقلقة، وأصبح لها الكثير من الناس يتابعونها في الجزائر، وبالتالي أظن أن السلطة قررت غلق هذه القناة. يعني في اعتقادك أسباب سياسية وليست ربما البعض سرعة، يعني حتى أنا شخصيا شفت على الفيسبوك البعض قال بأنه ربما أسباب مالية كذلك، الحديث عن ديون على القناة، ويعني كما يعني والناخر الكفر ليس بكافر كما يقال. يعني نعم، ما كان ليس بكافر، لكن كنت استمع من قليل السيد بومالا. الوضع في الجزائر هو كالتالي، أن السلطة من جهة تتكلم عن ديمقراطية، عن حرية التعبير، أن الدستور نفسه يضمن حرية التعبير، يضمن حرية التظاهر، يضمن أشياء كثيرة، لدينا دستور جميل جدا في الجزائر، ولكن من جهة أخرى في التطبيق السلطة غير قادرة على تحمل حيز معين من حرية التعبير. لهذا فأن وجود قناة خرجت عن الإطار، لأن القنوات الأخرى تحاول أن تكون وسطية، يعني أن في كل مرة حتى لما يكون نقاش مثلا بين منهم مع رئيس الجمهورية أو مع العهدة الرابعة ومنهم ضد العهدة الرابعة، تأتي بشخصين من هذا التيار وشخصين من التيار الآخر. إذن هناك توازن معين، و صحيح أنه فيه نوع من حرية. أنا أتكلم في الكثير من القنوات الموجودة في الجزائر وأتكلم بكل حرية، ولا أحد قنعني ولا أحد طلب مني في هذه القنوات أن أقول أشياء معينة. لكن الأطلس تميزت خلال الأسابيع الأخيرة بكونها تعرضت تماما من كل الحواجز التي وضعتها بعض القنوات لنفسها. الأطلس تحولت إلى ناطقة باسم المعارضة في الجزائر، ناطقة أيضا باسم البركات، حركة بركات، وأحد زعماء حركة بركات وهو السيد غول الحفناوي يعمل أيضا في هذه القناة، وللذين يقولون بأنها أيضا الأطلس، والذين يقولون أستاذ أحمد بأنها أيضا ناتقة، البعض يعتبرها ناتقة باسم بنفليس كذلك، وربما هذا
قد يأخذه البعض أحد أسباب التفتيش الذي تعرضت إليه اليوم. ما رأيك في هذا الكلام؟ لا أدري إن كانت ناطقة باسم المترشح سيد علي بن فليس، لكن الذين يمرون في هذه القناة وأنا شاركت في حلقتين أو ثلاث حلقات في سهرات هذه القناة، والذين يمرون بحكم الأمر الواقع بحكم ما يجري في الجزائر تجدهم كلهم يدعمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سيد علي بن فليس، لأن لما تتكلم عن المترشحين 12 الذين وضعوا ملفاتهم في المجلس الدستوري، من بين 12 تجد نفسك إن كنت واقعي إن كنت موضوعي إن كنت تحلل الأمور بعين ناقدة نقد إيجابي إن كنت تريد المصلحة العامة للوطن، تقول أن من بين 12 هؤلاء لا يوجد إلا السيد علي بن فليس الذي هو في مستوى رئيس ولا زال صغير وله تجربة وله إلى آخره. إذن الأمر الواقع هو الذي جعل كل الذين يمرون في هذه القناة يقولون بأن الأفضل، لأن في نقاش هذه الأيام حول الانتخابات حول من سيكون حول من هو الأوفر حظا إلى آخره، وبالتالي أمر واقع أن رئيس الجمهورية مريض، الشعب كله شاهده مريض، أن المترشحين الآخرين لا يمثلون أي شيء، الوحيد الآن اللي مترشح وفي مستوى له هيئة رئيس مستوى رئيس الجزائر ستفخر به هو سيد علي بن فليس. طيب ولكن في المقابل حركة بركات وربما حتى شخصية تتقاطع مع شخصيات سياسية أخرى ومع حتى مع الفيس مع الار سي دي ربما مع ضمنيا مع مولود حمروش، بركات اليوم تدعو إلى مرحلة انتقالية وإلى جمهورية ثانية، ما رأيك؟ يا لا ترى في ذلك في الانتخابات حلا ربما تمديدا حتى للأزمة؟ لا، هو نحن الآن في وضع ليس سهلا، وما أتمناه أن السلطة لا تقوم بحماقات تؤثر كثيرا على سمعة الجزائر أو تؤدي إلى أوضاع غير جيدة أوضاع غير سليمة. المشكلة نحن في وضع صعب للغاية ووضع لا يستطيع الواحد، يعني حتى لما نحلل كأساتذة كأكاديميين هل نطالب بالمقاطعة؟ أنا لا أتكلم مع الكثير من رؤساء الأحزاب، التقيت في المدة الأخيرة الكثير من رؤساء الأحزاب، البعض منهم اتصل بي شربت معه قهوة وحكينا شوية، البعض منهم اتصلت به، أنا أناقش مع الجميع وأحاول أن أفهم وأحاول أن أجد طريق في هذه الخلوطة الموجودة اليوم في الجزائر. إذا قلت هل نقاطع؟ إن قاطعنا فإن المقاطعة أو أصوات المقاطعين تذهب إلى مرشح السلطة، وهذه متعودين عليها حتى لو قاطع، وهذا الكلام قلته لبعض رؤساء الأحزاب المقاطعين الذين تكلمت معهم، قلت لهم لو تقاطعون النظام يقدر بإمكانه أن يجلد 3 ملايين على الأقل يذهبون إلى الانتخابات، وثلاث ملايين يضربها في 3 أو 4 عنده 12 مليون ويطلع لك نسبة مشاركة ب 70% ويبينك بأنك ضعيف جدا ولا تستطيع أن تجلد. لا نقاطع، إن لم نقاطع فأيضا نحن نعرف النظام الجزائري جيدا ونعرف بأن مسألة، وأنا قلت هذا الكلام من 3 أو 4 أشهر لجريدة الوطن، قلت لا يجب أن نحلم الآن بانتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة، النظام الجزائري مبني على أساس أن لا يسمح بهذا في الوقت الحالي، إذا إن لم نقاطع فأصواتنا أيضا ستزور. هل نطالب بفرضة لا تخدم الجزائر؟ هل نطالب بانتفاضة شعبية؟ أنا أخشى كثيرا على بلدي وأخشى كثيرا من الفوضى. يمكن مثلا أن تكون هناك حركة شعبية هادئة سلمية في الشارع إلى آخره، هذه تستطيع أن تضغط على النظام تستطيع أن ترعب النظام، لكن من يضمن أن هذه الحركة ما يدخلش في وسطها بعض المفسدين وبعض البلطجية اللي مدفوعين لهم أجر حتى يفسدون الحركة. اليوم أنا أعرف أن النظام أن رجال النظام هم في خوف، هم في رعب مما يجري من هذه الحركية الموجودة الآن، لأنهم لم يكونوا يتصورون أبدا بأن مثلا حركة مجتمع السلم تلتقي مع الار سي دي في نفس الموقف، لم يكونوا يتصورون أن حركات معينة تلتقي مع حركات أخرى كانت مناقضة لها. اليوم السيد المحامي
الكبير المشهور مقرأ الآيت العربي يقول في حديث لجريدة الوطن أنه بالإمكان الآن أن يوقع تلاحم بين كل المعارضين للسلطة. فإن حدث هذا التلاحم، وأظن أن تخشاه السلطة اليوم، وأظن أن السلطة اليوم بدأت تفقد سيطرتها على نفسها، لهذا ذهبت لغلق قناة الأطلس، وإلا لأن أي سلطة ذكية لتتصرف هكذا، خلي الأطلس هذه تمشي حتى تفوت الانتخابات وتغلقها، لازم تغلقها ونحن على بعد أيام من الانتخابات. إذا قلت أن تلاحم المعارضة اليوم مع تلاحم الشارع، مع تلاحم الطلبة، مع تلاحم الشباب، مع تلاحم حركة بركات، مع تلاحم كل هذا الحراك، هذا من شأنه أن يضغط اليوم على النظام. ولكن النظام، عندما نقول النظام أستاذ، الجزائر طبقة ضعيفة جدا، أن الطبقة السياسية بالجزائر لم تتمكن عبر السنين الماضية من تجنيد الرأي العام. طيب أستاذ أحمد عظيم، عندما نقول النظام هناك من يقول بأنه المفتاح، يعني دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، عند المؤسسة العسكرية، وأنت ضابط سابق في الجيش الجزائري، وأنه حمروش مثلا قالها، يعني البعض قال بأن هذه هي الواقعية السياسية في الجزائر. إذا كان هناك فعلا انتقال ديمقراطي في الجزائر يجب أن يلعب الجيش دورا فيه، لكن فيما يبدو البعض قال بأنه مضي الرئيس بوتفليقة في العهدة الرابعة ما كان ليكون بدون ضوء أخضر من المؤسسة العسكرية، برغم طبعا تحذيرات من مخاطر هكذا سيناريو. ما رأيك أنت؟ أنا أقول لك أن مع كل الاحترام الكبير الذي أكله لشخصية السيد مولود حمروش، وهو شخصية كبيرة، ولما علمنا بأنه ممكن يكون هو الحل، ممكن يكون هو مرشح السلطة، أنا قلت أن إذا السلطة أو المسؤولين في الجزائر الذين يحكموننا وصلوا إلى هذا الحل باختيار سيد مولود حمروش كحل كبديل، فهم لأول مرة فكروا في مصلحة الجزائر قبل أن يفكروا في مصلحة النظام وفي مصلحة أنفسهم. إذن مع ذلك قلت أن سيد حمروش احتمال أنه لا يعرف جيدا المؤسسة العسكرية من الداخل. المؤسسة العسكرية الآن تغيرت كثيرا خلال 10-15 سنة الماضية، لم يعد في المؤسسة العسكرية الآن جنرالات يريدون أو يرغبون في القيام بدور سياسي، هذا ما لم يستطع أي أحد أن يفهمه أو يصدقه. لكن أنا أقول أن الآن في نخبة جديدة داخل الجيش، في جنرالات داخل الجيش، هؤلاء تقنيين، هؤلاء مهندسين، هؤلاء دكاترة تكونوا في المدارس العسكرية الكبرى على مستوى العالم، الجيش كون كثيرا، وهؤلاء المهمة الأساسية التي يقومون بها وهم مقتنعين بها هي تقوية الدفاع الوطني. هؤلاء لا يرغبون ولا يريدون ولا يفكرون في القيام بأي دور سياسي. هل ينطبق ذلك على ما يسمى البوليس السياسي، على الديالاس، على المخابرات؟ نعم. ولكن هذا الكلام هل يشمل ربما النقاش بشكل خاص حول الرقم المؤثر في المخابرات، في الجيش بالأحرى، ذراعه الأمني، المخابرات يعني، أو ما يسميه بعض البوليس السياسي؟ المخابرات هي جزء من أنا نسمع كثير كلام عن المخابرات وصحافة تكتب ونستهدر و إلى آخره. المخابرات هي جزء من المؤسسة العسكرية. دائرة الاستعلام والأمن هي إحدى الدوائر المكونة لوزارة الدفاع الوطني، وبالتالي هي واقعة تحت تصرف أو يحكم فيها أو المسؤول نتاعها هو وزير الدفاع الوطني، والذي هو القائد الأعلى للقوة المسلحة، والذي هو رئيس الجمهورية. وبالتالي لا أتصور أبدا أن هذه الدائرة تخرج عن الإطار أو تخرج عن القانون أو تتصرف أو تتدخل في شؤون لا يريدها وزير الدفاع الوطني. يجب أن نعلم شيء، أنه هذا حتى بشهادة بعض الأجانب الذين يعرفون الجيش الجزائري، يقول أن الجيش الجزائري هو من الجيوش الأكثر انضباطا في العالم. وبالتالي إذا كان تلام المؤسسة الأمنية سواء الشرطة أو الدرك أو المخابرات، إذا تلوم يلام المدني، يلام المسؤول، يلام الرئيس، يلام الوزير. اليوم مثلا أن نلاحظ في بعض الكتابات في الفيسبوك وبعض الكتابات في الصحافة لوم للشرطة،
رجال الشرطة هم أبنائنا، هم خوتنا، هم أولادنا، هم أصدقائنا. هؤلاء يقومون بمهمة معينة، هو أختار أن يكون شرطة إذا ينفذ الأوامر. الذي يلام عندما تتدخل الشرطة لفك النزاعات أو لقمع. شكرا جزيلا لك. للأسف ولكن يبدو عموما الفكرة وصلت، فكرة الأستاذ أحمد عظيمي. نعتذر لرداءة الصوت من المصدر. نشكرك جزيل الشكر أحمد عظيمي، أستاذ العلوم السياسية والضابط السابق في الجيش الجزائري. فضيل بومالا، إلى حركة بركات ودعوتها إلى مرحلة انتقالية وجمهورية ثانية، وأنت كنت أول الداعين في الجزائر إلى هذه الفكرة، فكرة الجمهورية الثانية. كيف تقرأ هذه الفكرة؟ ما مدى إمكانية ترجمتها فعليا على أرض الواقع مع ما يبدو محاولة فورسينج حقيقي لهذه العهدة الرابعة؟ إن سمحت للأخ جمال أن أتدخل في نقاط محددة الآن ذكرها الأخ عظيمي. يجب أن نتحدث بوضوح وبصراحة وبصدق وخاصة بموضوعية. المؤسسة العسكرية في الجزائر كما نظام الحزب الواحد والحزب الدولة هم المسؤولان المباشران عن العطب التاريخي الذي تعرفه الجزائر، بمعنى أن المؤسسة العسكرية سواء بدعوة سياسية من داخل الحزب الدولة أو جماعة الضاغطة داخل رئاسة الجمهورية أو من غيرها، أو من خلال طموحات أو مواقع أو مواقف للضباط السامين متخذي القرار، وأنا لا أتحدث هنا عن الشباب التقنيين والمهندسين وإلى آخره، الذين يتخذون القرار وصناعة القرار واتخاذ القرار داخل المؤسسة العسكرية هم المساهمون مباشرة والمسؤولون مباشرة داخل الرئاسة، داخل المؤسسات المدنية أو داخل المؤسسة العسكرية التي صنعتهم، هم المسؤولون سياسيا تاريخيا وأخلاقيا عن انزلاقات خطيرة وقعت في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، وخاصة بعدما تورطت المؤسسة العسكرية مباشرة خارج إطار القانون وخارج إطار الدستور في أحداث أكتوبر ونزلت إلى الشارع، علما بأن المشكلة آنذاك كانت مشكلة سياسية المجتمع فيها كان يبحث عن التغيير والتخلص نهائيا من سطوة وسلطة حزب جبهة التحرير الوطني. كذلك الأمر بالنسبة ل 92، وكذلك الأمر بالنسبة لإدارة الدولة البوليسية والدولة القمعية في المراحل اللاحقة، وكذلك بالنسبة لفرض رؤساء على الجزائر، فرض رؤساء على الجزائر. ليس الشعب هو الذي أسقط السيد شاذلي بن جديد، وليس الشعب هو الذي أتى بالسيد محمد بوضياف في سنة 92، وليس الشعب هو المسؤول عن اغتيال محمد بوضياف. لحد الآن لا نعرف الحقيقة إلا الحقيقة الشكلية التي صرح بها عن السيد بومعرافي. كذلك الأمر هم الذين أتوا بالسيد اليمين زروال في 94 من خلال ندوة الحوار الوطني، وأتوا به سنة 95 كرئيس للجمهورية بعد تزوير مع احترامنا الشديد لهذا الشخص المحترم اللي هو السيد اليمين زروال. وكذلك هم الذين أتوا بالسيد بوتفليقة في 99 و2004 وزوروا واغتصبوا الدستور سنة 2008 وسكتوا على هذا المنكر الكبير الذي يمس النص الأساسي للبلاد، وهم الذين فرضوه بالرغم من مرضه وإلى آخره، وهم الذين يذهبون كمؤسسة عسكرية به اليوم إلى عهدة رابعة، والذين يصورون لنا أن هناك نزاع بين هؤلاء وأولئك، فهؤلاء واهمون وهم يكذبون على المجتمع ويريدون أن يدفعوا بجزء من المجتمع إلى حجر هذا الطرف وبالجزء الثاني إلى حجر الطرف الثاني. مسؤولية المؤسسة العسكرية في المنظومة السياسية الجزائرية مسؤولية واضحة، وإن كان لابد للمؤسسة العسكرية أن تلعب دورا في المستقبل، وكنا نتمنى أن تلعبه في السابق بالتفاعل مع المجتمع المدني بميلاد نخب جديدة داخل المؤسسة العسكرية، نخب تقنية تذهب لاحترافية الجيش، ونخب تلعب دور كما النخب في البرتغال، كما النخب في تركيا، كما النخب في أمريكا اللاتينية التي ساهمت في الذهاب بمجتمعاتها إلى انتقالات ديمقراطية حقيقية بتمكين النخب المدنية التي تصنع العقائد للجيش. العقائد العسكرية لا تصنعها الجيوش، إنما تصنعها النخب بقبول مبدأ رقابة المدنيين عن طريق المجالس المنتخبة، عن طريق المجلس الشعبي الوطني، رقابتهم على المؤسسة العسكرية وعلى الأموال التي تصرف في المؤسسة العسكرية وصناعة واتخاذ القرار في المؤسسة العسكرية. إذا كان من دور للجيش اليوم فإن هذا الدور يجب أن يكون دورا حياديا، وأن يترك للمجتمع البحث في أساليب التغيير من الداخل، وبالتالي الذهاب
إلى وضع لأول مرة في تاريخ الجزائر، علينا أن نذهب وسندعو إلى ذلك في خلال الأسبوع القادم، علينا أن نذهب لوضع لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال إلى وضع دستورنا نحن كشعب كمجتمع، على وضع دستورنا بأنفسنا، أن نذهب إلى وضع دستور، وعلينا أن ننتخب مجلسا تأسيسيا حقيقيا يحدد هو أطر ومسارات المرحلة الانتقالية القائمة والقادمة على مدى قصير. وفي هذه الحالة كلما يتقدم المجتمع المدني وتتقدم النخب المدنية ببرامج وبدائل ومشاريع، كلما تتراجع بهدوء المؤسسة العسكرية نهائيا إلى أدوارها الطبيعية الموجودة داخل الدستور. هل هناك إمكانية فضيل أن ربما يتحقق ما يدعو إليه حمروش، أن تتكرر التجارب التي كنت تتحدث عنها، البرتغال وإسبانيا والبرازيل، حيث ساهمت المؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي، أم أنه مثل ما كنت تقول بأنه عكس ما يتوهم البعض ليس هناك خلاف حول هذه العهدة الرابعة بين أركان الجيش بشكل خاص وذراعه الأمني المخابرات، وفي طبعا الأركان الجيش تدعم الرئاسة وتدعم هذه العهدة الرابعة؟ النخب العسكرية في الجزائر منذ ميلادها الأول في مرحلة ما قبل الاستقلال، بحيث أن الدولة أو بين قوسين هي التي ولدت في رحم وحجر المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة. النخب العسكرية لو درسناها سوسيولوجيا من حيث أصولها وتطوراتها وأفكارها ومساراتها ومسافاتها مع السلطة وأدوارها التي لعبتها وعلاقاتها بالمنظومة الاقتصادية وعلاقاتها بالداخل والخارج وعلاقاتها أيضا بالحزب، الحزب الدولة آنذاك، النخب العسكرية منذ الاستقلال إلى اليوم في تكوينها وذهنيتها ونفسيتها لا تتماشى والمشروع الديمقراطي، لا تتماشى لا في ثقافة ديمقراطية ولا في ثقافة بناء المؤسسات بمفهومها الديمقراطي، مفهوم الرقابة والفصل بين السلطات والحريات الفردية والجماعية، وكذلك سلطة رقابة الشعب على جميع المؤسسات عن طريق منتخبيه الحقيقيين بما فيها المؤسسة العسكرية والاستخبارات، من خلال بناء مشروع العلاقة بين المدني والعسكري في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وأهم من الانتقال الديمقراطي يا رجل، هذه النخب سواء أكانت نخب وليدة جيش التحرير الوطني أو وليدة الجيش الفرنسي، سواء أكانوا ضباط من جيش التحرير أو من الجيش الفرنسي، ولحد الآن ما زالوا في معظمهم يتوارثون القيادات والحكم، هؤلاء لم يتكونوا على هذه الرؤية ولم يتكونوا على هذا المسار. ورؤية الأستاذ حمروش الذي يعتقد بأن منظومة الحكم وصلت إلى نهايتها وبالتالي ستسقط، ومن جهة أخرى يقول أنه بالإمكان إصلاح الحكم، أعتقد أنها وجهة النظر هذه غير صائبة إلا من الناحية الرومانسية، ومن ناحية وجهة نظر رجل وطني مخلص يريد طيب. أن يبحث عن تسويات حقيقية بين المجتمع وبين صناع القرار والمتخذين داخل السلطة العسكرية والسلطة المدنية، وبالتالي البحث عن إمكانية لتجاوز المرحلة عن طريق مرحلة انتقالية. شكرا جميع. ابقى معنا فضيل لو سمحت، لو سمحت سأعود إليك. جملة أخيرة فيما يتعلق بحركة بركات، أنا أدقق الآن فكرة، أنا أعرف الشباب الذين بادروا بالمظاهرة. يتواصل الجدل في الجزائر حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحول وجوب تحرك المجلس الدستوري طبقا للمادة 88 من الدستور، فعلى ماذا تنص هذه المادة؟ الدستور الجزائري الباب الثاني تنظيم السلطات الفصل الأول السلطة التنفيذية المادة 88. إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما
رئيس مجلس العهدة الرابعة هي نتاج، حتكون نتاج لانتخابات هزلية، يا حتكون نتاج لاستخفاف بعقول الشعب الجزائري، راح تكون كذلك لاستكمال مرحلة غلق الممارسة السياسية إلى فرض نظام شمولي. حتى الممارسة الإعلامية نظن أنها كذلك أغلقت اليوم بعد غلق قناة الأطلس التي صدرت وحجزت كاميراتها لأنها عارضت العهدة الرابعة. حركة بركات تدعو إلى مرحلة انتقالية لسبب وحيد، لأن ليس هناك أي مجال للممارسة السياسية في الجزائر. هناك يعني قطيعة مع الشعب، النظام هذا يعني حتى أنه قطع علاقته مع الشعب، أصبح يفرض عليه نظام ما يناقشوش فيه، قال هذا هو الرئيس، هذا هو هذه الحكومة، هذا هو البرنامج، هذا هو هذا النظام. كذلك أكثر من هذا النظام استولى على أموال وثروات البلاد، استهزأ واستحقر واستخف بالشعب. هذا النظام أدخل البلاد في دوامة من الفساد، مستنقع من الأزمات الاجتماعية، مستنقع من الأزمات الاقتصادية. لهذا السبب حركة البركات هي حركة عفوية جاءت بمبادرة من بعض المثقفين الذين شعروا بهذا النوع من الاستخفاف، شعروا بهذا الشيء من الاستغباء للشعب. ألو، نسمعك سيد بادي، تفضل. نعم، السؤال كان حول المرحلة الانتقالية على ما أظن. أنا كنت أسألك هل ماذا إمكانية ترجمة ذلك على أرض الواقع؟ في الحقيقة هو ليس بالأمر الهين أن تنتقل إلى مرحلة انتقالية بهذه البساطة. يجب أن يكون هناك نظام، لازم يكون هناك إرادة سياسية من الغايرون على هذا الوطن. يجب أن يتدخل شخصيات فعالة في المجتمع المدني، شخصيات سياسية لها أيادي نظيفة. من هذا المنطلق يمكننا أن نمشي إلى مرحلة انتقالية. يجب على هذا النظام أن يساهم كذلك بالتنازل عن بقائه في الحكم. يجب أن يترك الحكم بسلمية ويسلمه للشعب. يجب أن يعيد الجزائر للجزائريين. المرحلة الانتقالية من الصعب جدا أن تكون في هذه الفترة، لكن إذا كانت هناك إرادة سياسية من الغايرين على الوطن حتى الذين هم في داخل النظام ممكن أن يساهموا بشكل أو بآخر. لكن في المرحلة الحالية هي صعب جدا مع أفكار هؤلاء الذين لا يريدون ترك هذا الحكم نظرا للريع والفوائد التي والثروات التي تسخر بها البلاد. الآن سيد أستاذ عبد الغني بادي، دعوتم إلى أيضا وقفات أخرى يوم 15 من هذا الشهر، وأيضا تتحدثون عن تصعيد. هل تتوقعون تزايد شعبي، التفاف شعبي مع دعوتكم، مع ما يقوله الآن قائد الشرطة الجزائرية بأنه ربما تعامل الشرطة معكم سيتغير؟ نحن لم ندعو للتصعيد حتى لا تقول بركات ما لم تقل. نحن لا ندعو للتصعيد، لأن التصعيد قد يؤدي إلى انزلاق أمني أو انفلات. نحن ندعو دائما إلى وقفات احتجاجية سلمية بطريقة حضارية، حتى ممكن أن نحمل معنا الظهور للشعب الجزائري في الوقفة الاحتجاجية القادمة، حتى نبين شرعيتنا مع الشعب، حتى نظهر أن هذه التظاهرات أو هذه الاحتجاج السلمية لا تدعو إلى أي انفلات أو انزلاق أمني. الدعوة إلى التصعيد قد تؤول. أنا أقصد هنا بالتصعيد، التصعيد في عدد الوقفات يعني، وعدم الاكتفاء. هذا ما أقصد، يعني لا أقصد شيء آخر. تريد أن تقول تعبئة، مصطلح تعبئة ممكن أن يكون لائقا، لأن التصعيد قد يؤول ولنسميها تعبئة، يعني زيادة عدد الوقفات والحشد الجماهيري لوقفاتكم ضد العهدة الرابعة. وبالمناسبة البعض تساءل أنه برغم في كلام في بياناتكم الحديث عن رفض العهدة الرابعة والنظام، البعض يقول بأنه ربما إعلاميا هناك وسائل إعلام تبرز فقط موضوع العهدة الرابعة، ما رأيك في هذا الكلام؟ العهدة الرابعة يا أخي المحترم، العهدة الرابعة هي القطرة التي أفاضت الكأس، هي العهدة الرابعة هي تحصيل حاصل، هي نتيجة لمقدمات. العهدة الرابعة ليس المطلب الوحيد لحركة بركات. حركة بركات عندها لديها عدة مطالب، لديها القطيعة مع هذا النظام الفاسد، يجب عليهم أن يتركوا هذا البلد، يجب أن يسلموه إلى الشعب، يسلموه بطريقة حضارية بطريقة سلمية. نحن لا نقف عند العهدة الرابعة فقط، العهدة الرابعة هي تحصيل حاصل فقط،
لانه حتى اذا تحققت العهده الرابعه لمن يريدونها فحركه بركات ستواصل النضال من اجل اقامه نظام ديمقراطي تحترم فيها الحريات، تحترم فيها حريه التعبير، توزع فيها الثروات بعدل، تحقق فيها العداله الاجتماعيه. نحن مطالبنا اكثر من العهده الرابعه. طيب ما الان ماذا عن ربما نسال المحامي فيك، ربما تابعت الصحافه الجزائريه تتحدث عن محامين يريدون رفع دعوه حجر على الرئيس بوتفليقة بسبب وضعه الصحي، ما إمكانية النجاح هكذا مسعى وقبول هكذا دعوة في المحاكم الجزائرية؟ من ناحية القبول هي الحالة الصحية للرئيس حالة يعني أكثر ما يمكن أن أقوله أن الرئيس المعاينة الواضحة من طرف الشعب تغني عن أي تقرير طبي، يعني الحالة الصحية للرئيس واضحة للعيان، يعني كما يقول المثل المعاينة يعني عندها قيمة أكثر من الخبر، يعني إذا جيب لي أنت تقرير طبي تقول الرئيس بخير، لكن الشعب الجزائري عاين على أنه لا يستطيع أن يمارس مهامه الدستورية، لا يمكنه حتى تنقل، نلاحظ أن هناك حكم بالوكالة، حتى أنه وكل صلاحيته لمحيطه. من ناحيه رفع الدعوه القضائيه اجراء صحيح، اذا كان الخبير الذي في الحجر هناك اجراءات ترفع دعوى حجر ثم يعين الخبير الطبي هو الذي يقول هل الرئيس بامكانه ممارسه مهامه ام لا، لكن الخبير الطبي بالفعل لا اظن انك سيكون هناك حياد في الخبره الطبيه، لا اظن انك سيحد، يعني انا لا اظن ان هناك جدوى من هذه الدعوه، لن تكون هناك اي جدوى لان الخبره ممكن انها ستكون لصالح الرئيس. طيب هل في اعتقادك اذا كان انت تقول بانه عدم امكانيه تحقق المرحله الانتقاليه في ظروف مع المعطيات المتوفره والمضي في هذه العهدة الراعبة كما يسميها والهردة الرابعة، نعم. ما الحل وأنتم تدعونا وربما يتقاطع معكم كثير من الجزائريين في هذه الدعوة إلى بركات 52 سنة مثل ما يقول بيانكم اليوم من تغييب الشعب؟ يا أخي المحترم، دعوة حركة بركات هو نداء للشعب الجزائري، لكن الشعب الجزائري مقسم إلى فئتين، فئة يائسة تماما ما حتى من التغيير، تقول أنه لا يمكن إجراء أي تغيير للحركات التي كانت قبل حركة بركات التي لم تستطع أن تقدم شيء أو تمشي في طريق التغيير، لم تنجح. فئات من الشعب يائسة تماما تقول أن لا يمكنكم القيام بأي شيء، أنتم لن تحققوا أي شيء، حركتكم لا يمكنها أن تقوم بأي شيء، وهناك فئة أخرى نقول أنها لها من الخوف والرعب من الانفلات الأمني، لأن النظام يخيرهم بين أمنهم وبقائه، يقول أنه إذا كانت هناك تغيير أو حتى إذا ذهب الرئيس سوف لن يكون لكم الأمن، سوف تحدث كما حدث في سوريا، وهذا تخويف فقط. فحركة بركات هي حركة سلمية لا تؤدي إلى عنف، لا تؤدي إلى أي أمر يؤدي إلى انفلات أمني. نحن نطالب دائما بالسلمية ونطالب من النظام حتى النظام أن يكون سلمي وأن يتحاور وأن يتنازل للسلطة لأصحابها وهو الشعب. شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي بادي عبد الغني عضو حركة بركات، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش مع ضيفنا دائما عبر خدمة سكايب فضيل بومالا الباحث والناشط الحقوقي في الجزائر، وسينضم إلينا إن شاء الله ضيوف آخرون. يتواصل الجدل في الجزائر حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحول وجوب تحرك المجلس الدستوري طبقا للمادة 88 من الدستور، فعلى ماذا تنص هذه المادة؟ الدستور الجزائري الباب الثاني تنظيم السلطات الفصل الأول السلطة التنفيذية المادة 88. إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة
يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من هذه التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية في الجزائر. معنا دائما عبر خدمة سكايب من الجزائر فضيل بوميلا الباحث والناشط الحقوقي. فضيل، كنا نتحدث عن بركات قبل الفاصل، وطبعا أشركنا في النقاش، شارك معنا في النقاش أحد أعضاء بركات وهو المحامي بادي عبد الغني. مثل ما كنت تشير، بركات بقدر ما يعني أسالت حبرا كبيرا وفتحت أمالا للكثيرين، البعض أيضا حاول أن يطرح أسئلة حولها، وربما تابعت النقاش في الفيسبوك، والبعض حتى ذهب حتى إلى اتهامات. كيف تقرأ هذا؟ كيف تفسره؟ النظام السياسي، الحكم بصفة عامة بشقه العسكري بشقه السياسي، وكذلك الجماعات، جماعات المصالح، وأجزاء من الشعب، وهذا شيء طبيعي، يخافون من كل تغيير، ويخافون من كل طرف يدعو إلى التغيير بأي شكل من الأشكال، وأقصد هنا الأشكال السلمية التي تغير جذريا طبيعة نظام الحكم، أشكال ممارسة السلطة، وكذلك الرقابة على ووضع آليات للرقابة على الحكم. هؤلاء يخافون من التغيير، ويخافون من الذهاب إلى نظام جديد تكون قواعد اللعبة فيه أكثر شفافية وأكثر دستورية وأكثر قانونية. هذه النقطة الأولى. العهدة الرابعة التي يتحدث عنها الكثيرون هي عهدة النظام وليست عهدة السيد بوتفليقة، لأنها عهدة يحاول النظام أن يحمي نفسه وأن يواصل في نفس الاتجاه الدفاع عن مصالحه، سواء أكانت داخل النظام أو في واجهة النظام من أصحاب المصالح والتجار الكبار والتجار الجدد إلى آخره. وأي كان الوضع في البلد، حتى ولو لم يترشح السيد بوتفليقة للانتخابات، لكان النظام قد رشح مرشحا آخر ووضع لنا قاعدة أخرى نسير عليها ويفرض علينا بشكل من الإشكال. ولذلك المسار في حد ذاته هو الخطير، وليس قضية عهدة فقط في حد ذاتها، ولو أنها من الناحية الأخلاقية الرمزية مرتبطة بشخص مريض يجب الحجر عليه، وأنا دعوت منذ فترة للحجر على رئيس الجمهورية، حجر قانوني وجزائي بتطبيق قانون العقوبات وتطبيق أيضا القانون المدني فيما يتعلق بالأهلية،
هنا أضيف أشياء جديدة، أن المجتمع الجزائري يا أخي حتى نبسط الأشياء، لو يكون رب أسرة وهذا رب الأسرة صاحب أموال وهو متقدم في السن ومريض، ثم يكتشف أبناؤه بأنه سيتزوج بنت في عمرها 20 سنة، ألا يذهب هؤلاء للعدالة ليحجروا عليه؟ يحجروا عليه لأنه يتخذ قرارات يعتقدون أن ليس لديه القدرات الكافية الذهنية والنفسية لمعرفة ما يفعل. فما بالكم يا جزائريين أيها الشعب، ما بالك برئيس جمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يوقع المعاهدات والاتفاقيات والذي يصدر الأمريات والذي يصرف المال العام والذي والذي والذي، إما أن يكون هو الذي يصدر كل هذه القرارات وهي أمور خطيرة وهو ليس في قواه العقلية والنفسية أو الجسدية الضرورية لقيادة البلاد، وإما أن يقرر باسمه وهو أيضا أمر أخطر وأعظم. وبالتالي رسالتي الآن موجهة للذين يدافعون عن العهد الرابعة وليس للمناهضين لها، أتفضلون رجلا على بلاد؟ أتدافعون عن جماعات مصالح بدل دفاعكم عن اقتصاد وأموال الشعب الجزائري؟ أتحبون أن يقرر باسمكم في مسائل يمكن أن ترهن الواقع اليوم والمستقبل في شخص فقط وفقط؟ هذا رسول الله أبو بكر رضي الله عنه لما جاءهم الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى، خرج يعني عمر بن الخطاب وقال: من قال أن رسول الله مات قطعت رأسه بحد هذا السيف؟ قال أبو بكر وهو رجل حكيم وصحابي جليل، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قد في اللغة العربية زائد الفعل الماضي تفيد التحقيق، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. السيد بوتفليقة مريض، والسيد بوتفليقة ليست لديه القدرات الذهنية، ولكن الذي يستمع إلى عمار سعداني، عمار سعداني يقول، فضيل عمار سعداني يقول بأنه هناك على موضوع هذه السيرتيفيكا ميديكال يعني الشهادة الطبية، أنه الرئيس في وضع صحي، وأنه طبعا قدم في ملف ترشحه لهذه الانتخابات للمجلس الدستوري هذه السيرتيفيكا ميديكال. يعني تتصور أننا ننتظر من فلان أو علان أن يقول لنا بأن الرئيس يحمل شهادة طبية، وهذه الشهادة الطبية بالتأكيد أنها جاية من فال دو غراس من المستشفى العسكري الفرنسي، هي شهادة طبية جزائرية؟ نحن نعلم والجميع يعلم أن رئيس الجمهورية مريض، وهذا ليس بالعيب في حد ذاته، إنسانيا وعقيديا كمسلمين نسأل له الله الشفاء أو أن يعجل بذهابه، هذا كمسلمين. لكن كجزائريين ندافع عن الأرض والوطن ومصلحة البلاد، نقول يا عالم تقدموا بمرشحين آخرين، افتحوا المجال السياسي، ولكن لا تجعلوا الجزائر رهينة بين عصبة لا ترى إلا مصالحها ومستعدة للذهاب إلى الجزائر إلى أخطر من هذا. ولذلك أقول بالجزائريين ينتظرون منا رؤية تتجاوز النظام، والجزائريون ينتظرون حلول. دعونا نتحدث عن كيفية تجاوز هذه الأزمة الخطرة التي يمكن أن تمس بالأمن القومي للبلاد وبوحدة الشعب وبالوحدة الترابية. دعونا نبحث نفكر سويا من أجل البحث عن حلول، ودعونا نفكر في ما هي السيناريوهات الممكنة. طيب لو سمحت فضيل نعود، ما هي حلولنا التي نقدمها للجزائر اليوم ونتحدث عن هذه الحلول لو سمحت؟ ولكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في النقاش من الجزائر محسن بالعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي. سيد محسن بالعباس، ما تعليقك أولا على دعوة بركات إلى مرحلة انتقالية وجمهورية ثانية؟ نحن في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نصرح بالنداءات التي ستأتي من حركة بركات وشخصيات وطنية وأحزاب أخرى تطلب كما طلبنا نحن كذلك بمرحلة انتقالية. والحل أظن أنه هو في مرحلة انتقالية نتشكل بها لجمهورية لمرحلة الأولى، وأنا لا أتكلم عن الجمهورية الثانية لأنه لم يكن هناك جمهورية أولى، بس نتكلم عن الجمهورية الثانية. وبالتالي نوحد الشيء اللي نادت به اليوم حركات بركات. طيب ماذا عنكم أنتم وقد دعوتم في جبهة المقاطعة طبعا التي تضم حزب الأرسيدي
وحمص والنهضة والعدالة والتنمية وبن بيتور وسفيان جلالي، دعوتم إلى وقفة غدا في مقام الشهيد. الوقفة التي سننظمها يوم غد هي بمثابة بداية للأعمال الميدانية التي سننظمها في الأيام القادمة لكي نضغط على هذه السلطة للذهاب إلى مرحلة انتقالية ولكي نجنب الشعب الجزائري لمخاطعة هذه الانتخابات وهذه التنسيقية التي نشأناها منذ أسبوع هي تنسيقية مفتوحة لأحزاب أخرى تعمل لمقاطعة هذه الانتخابات وتؤمن بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية. يوم هذا الوقفة ستشارك فيها فقط قيادات هذه الأحزاب السياسية، ولكن هناك كذلك عمل ميداني مبرمج الأسبوع القادم الذي هو مهرجان شعبي في قاعة حسان الذي بدأنا العمل لكي نجنب الأكثر ممكن من المواطنين الجزائريين للحضور في هذا المهرجان، و كذلك بدأنا التفكير في أعمال أخرى قد نبرمجها في الأسابيع القادمة في ولاية عدة. طيب هل هناك تنسيق؟ طبعا انت تقول تلتقي مع بركات في هذا المطلب، مطلب المرحله الانتقاليه، هل هناك تنسيق؟ هل يمكن يكون هناك تنسيق بينكم؟ نعم يمكن ان يكون هناك تنسيق، ولكن اظن ان في الوقت الحالي من الاحسن ان تبقى الاحزاب السياسيه تعمل سويا ولتترك المواطنين الاخرين ينظمون انفسهم عبر جمعيات او حركات كما حركات بركات، لان هناك دائما تخوف في الجزائر من ان في هذه الحركات الاحزاب السياسيه ان تحاول ان تظهر من داخل هذه الحركات وتكسرها، وبالتالي انا اخطاه ان لا تكون الاحزاب في هذه الحركات، ولكن من المناضل لهذه الاحزاب ان تشارك في الوقفات التي تنادي اليها حركات بركات، الا انها اليوم تقول عالميا بانه حان الوقت بالذهاب للجزائر الى عهد جديد، وقالت بان هذه الانتخابات التي ستنظم يوم 19 ابريل مهزلة وبالتالي يجب مقاطعتها، وقالت كذلك بانه يجب الذهاب الى مرحله انتقاليه، ولكن يجب ان نعمل كل واحد في مكانه لكي نجند العدد الاكثر ممكن من الجزائريين. طيب هذا المطلب، هل تتوقعون ان بين قوسين ان تتسامح السلطات معكم، ان ترخص لكم مثلا في قاعه الحرشه، ان تقبل تحرككم هذا هكذا بحريه؟ نحن في اجتماعنا قلنا باننا سنذهب الى مهرجان شعبي في قاعه حرشا، قبلت ام السلطه ام لم تستقبل هذا ليس مهم لنا. نحن قلنا باننا سنطلب الترخيص، ولكن حتى وان رفضت ان ترخص لهذا المهرجان فنحن سننظمه في الشارع اذا لزم ذلك. معروف ان السلطه الجزائريه قامت منذ اكثر من شهر بانها لن تترك المعارضين ينظمون ندوات او مهرجانات شعبيه في القاعات او في الشارع، ولكن ليس لان السلطه قالت يجب ان نذهب الى الوراء. نحن احزاب سياسيه، نحن احزاب فاعله، وبالتالي نطلب الرخصه بان هذا شيء قانوني، ولكن عندما السلطه ترفض ان تعطي لنا التوثيق فبالتالي يتوجب علينا ان ننظم هذه المهرجانات في الشارع، لان هذا حق دستوري للمواطن الجزائري، ولكن هي في الحقيقه كذلك اساس العمل السياسي. استاذ محسن بالعباس، ماذا عن تحذير الارسي دي في منطقه القبائل بشكل خاص من ما اسماه في بيان له حرب الاجنحه في السلطه؟
نعم، هناك بيان أصدرته المكاتب الجهوية لتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في هذه المنطقة، عندما رأت أن هناك الكثير من النداءات المجهولة المصدر وزعت في الشوارع. هذه النداءات التي لا نعرف مصدرها كانت تنادي بالذهاب إلى الشارع للتنديد لعب ضرابعه، ولكن هناك مشكلة عندما يكون النداءات مجهولة المصدر. نظن أن هناك قوى خفية منها المخابرات قد تحاول أن تشوه النظام الذي بدأنا نؤسس له في الشارع. المعروف كيف أن السلطة الجزائرية، أظن أنكم تتفكرون مسيرة الأنفاس في يوم 2 جانفي 1992، كيف حولته من مطلب به الأول. المطلب الأول كان هو الذهاب إلى دور مثالي في الانتخابات، ولكن حول إلى طلب إيقاف المسار الديمقراطي في ذلك الوقت. وبالتالي نحن نقول بأن المخابرات ستحاول أن تخرج كل الأعمال التي ستنظم، وحتى من طرف الأحزاب ستحاول بأن تخرجها عن منطقها وتحولها من تويتا على الأول. هل تقصد بسبب عندما تقول موقف الار سي دي، توجه الار سي دي الجديد، هل تقصد الان حلفكم الواضح مع احزاب اسلاميه مثلا وانفتاحكم على الاسلاميين؟ هل هذا ما تقصده؟ لا اقصد ان ستحاول قوى خفيه بان تنظم تجمعات في الشارع وتحولها إلى عمليات عنيفة لكي تشوه العمل الذي نقوم به كأحزاب سياسية أو حركات مواطنين معروفة في الأوساط الإعلامية. هذا هو المشكل. ولكن في لقاءاتنا مع الأحزاب السياسية في مستوى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما عندناش مشكل، ولكن السلطة كانت تخوض منذ سنوات بالإسلاميين. نحن نقول منذ أكثر من سنة بأنه حان الوقت لكي نناقش مع كل القوى السياسية باختلاف توجهاتها وحساسياتها، بأن الحل المأزق الجزائري لن يستطيع أن يكون يأتي من طرف حزب واحد أو شخصية واحدة أو من طرف السلطة. نحن نقول بأن الحل يأتي عبر حوار ونقاش وطني حول المسائل الجوهرية، كل المسائل الجوهرية، وعمل على إقناع توافق حول هذه المسائل وخصوصا مسألة الدستور. شكرا جزيلا لك محسن بن عباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. أعود إليك فضيل بومالا، والحلول أمام هذا الوضع الخطير كما تصفه الذي يهدد مستقبل الجزائر كما كنت تقول؟ نعم، أولا يجب أن نحدد الأمور وأن نتفق على الأساسيات ولا نغرق في العموميات، لأن الطبقة السياسية، أنا قلت يعني بصريح العبارة، قلت بأن الرئيس أبكم والمؤسسة العسكرية صماء لا تسمع، وكذلك الطبقة السياسية عمياء، لأن الرؤية أصبحت محجوبة حقيقة عن الحلول الجذرية الحقيقية التي يمكن أن تجنب الجزائر مزالق خطرة. هناك في حالة الجزائر اليوم، نظرا للانسداد الحقيقي الذي هو يعني مرادف لطبيعة النظام في حد ذاته، هناك جملة من الأوضاع يمكن أن أوجزها في 3 سيناريوهات يمكن أن نبني عليها تصورنا في المجتمع كمعارضة، كنشطاء حقوقيين، كدعاة للقطيعة، كدعاة أيضا لبناء جمهورية ثانية، وأنا بين قوسين من الجيل الجديد الذي يدعو إلى هذه الجمهورية الثانية، ولكن الدعاة الأوائل للأسف، الدعاة الأوائل للجمهورية الثانية هم كبراؤنا في جبهة القوى الاشتراكية، هو الأفافاس، ولكن للأسف الشديد نرى بأن الأفافاس انسحب من الحياة السياسية ولا ندري ولا نستطيع تفسير موقفه. نحن ندعو إخواننا في الأفافاس أن يعودوا إلى الشعب، أن يعودوا إلى المعارضة كما كانوا عليه، وأن يعودوا إلى الأفكار الضخمة الكبيرة الجميلة التي كانوا يدعون إليها منذ زمن طويل. إذن
هناك ثلاث سيناريوهات ممكنة. السيناريو الأول وهو سيناريو النظام وهو سيناريو الاستمرار، سيناريو الإبقاء على الوضع كما هو والاستمرار، بمعنى أن السيد بوتفليقة سيفرض في انتخابات 17 أبريل القادم سيفرض، لكن بنية خلفية أن البقاء ليس لبوتفليقة كشخص، لأنهم يعلمون بأنه مريض وليس بإمكانه أن يستمر إلى غاية 2019، وطبعا والأعمار بيد الله. السيناريو عند السلطة أنها تريد فرض دستور آخر كما الذي اغتصبوه سنة 2008 في نوفمبر 2008، تريد أن تفرض دستور جديد ومن خلال هذا الدستور تفرض على الجزائر سيناريو نائب رئيس أو نائبين للرئيس، بمعنى أن النظام سيحل مشكلة خلافة السيد بوتفليقة في مرحلة لاحقة إما بتطبيق المادة 88 عليه أو بوفاته لا قدر الله. هذا السيناريو الأول وهو السيناريو النظام الذي يريد أن يذهب به في مرحلة ما بعد 17 أبريل. وهنا ربما قد قبل أن تمضي للسيناريو الثاني فضيل، هنا هل تعتقد، هل تتفق من الذين يقولون أنه ربما هناك ما يشبه وقف إطلاق النار فعلي بين أجنحة السلطة والاتفاق أنه تأجيل الصراع إلى ما بعد 17 أبريل، القبول بترشح بوتفليقة لعهدة رابعة وحسم الأمر والعودة إلى معارك كسر العظم إن صح التعبير بعد ذلك؟ أنا في تقديري الشخصي وهذه وجهة نظري، أنا أعتقد بأن الذين يتحدثون ويروجون بشكل من الأشكال لصراع بين المخابرات وبين الرئاسة إنما هم واهمون، لأن حينما نروج لمثل هذا الخطاب سنسقط إما في أحضان بوتفليقة أو في أحضان السيد توفيق مدين، علما بأن هذين الرجلين و كثر من حولهما من الذين يديرون النظام وأزمة النظام بطرائق المؤسسة العسكرية والرئاسة وكذلك أصحاب المصالح في الداخل مع التوافق مع وجهة النظر الفرنسية فيما ما يحدث في الجزائر، هؤلاء متفقون على الأساسيات. إنني هنا من هذا الموقع أتحدى أي كان سواء في الرئاسة أو في المخابرات أو في أي كان من دعاة العهدة الرابعة أو من غيرهم أو حتى من الذين يريدون مقاطعة الانتخابات، أن يقدموا لنا سببا واحدا موضوعيا يجعل توفيق مدين يتصارع مع السيد بوتفليقة أو العكس، أو يمكن للجماعات المساندة لهذين الجناحين يمكن لهما أن يختلفا أن يتصارعا بأي شكل من الأشكال، لكن النظام كنظام موجود في سلة واحدة ويدير الأمر بطرق متفق عليها، ولأن مصيره مشترك، هم الذين أتوا به في 99 وأبقوا عليه إلى هذه اللحظة. طيب كلام مهم، الوضع ولأنهم في سلة واحدة، ولذلك أذهب إلى السيناريو الثاني. ولكن لو سمحت فضيل، لأن نعم. الوقت يضغط علينا، سأعطيك فرصة للسيناريو الثاني لو سمحت، ولكن نعم. أنا أعتقد أنك تحب معي أن تسمع حكيمة صباحي الكاتبة والأستاذة الجامعية التي كانت حاضرة في تلك الوقفة الأخيرة لبركات، والتي يعني خطفت العناوين صح التعبير بشكل خاص في وسائط التواصل الاجتماعي بكلامها القوي جدا والذي ربما عبر عن نبض الشارع الجزائري. هي معنا الآن حكيمة صبايحي من بجاية الكاتبة والأستاذة الجامعية. ما الذي ربما سؤال قد يقول بعض كاتبة موجودة في بجاية أستاذة جامعية تكون مرتاحة ربما تنتقل إلى العاصمة في تلك الوقفة وتتابع، لم تكن حتى مشاركة، تتابع تلك المشاهد اعتقال أولئك المحتجين، وفجأة تنفجر كلاما معبرا عن نبض شارعي ربما. ما الذي دفعك إلى الانتقال إلى العاصمة وما الذي فجر فيك كل ذلك الكلام؟ مساء الخير جميعا. ألو، مساء النور، نسمعك حكيمة. أهلا. في البداية أثمن كل ما قاله الأستاذ فضيل بومالة، أستاذ محترم جدا، وأتمنى أن يحسن أن يستمع إليه المسؤولون في الجزائر ويأخذوا بنصائحه لتفادي الحماقات والانزلاقات. أنا أستاذة جامعية في جامعة بجاية، انتقلت بعد أن كنت أتابع من بعيد لأن بجاية بعيدة جدا عن الفعل والحراك والاحتجاج عن العاصمة. كنت أتابع ما يقوم به الشباب في بركات بالمعنى الجزائري قوية جدا، بركات يكفي.
ثم بعد الاحتجاج الاول بدات الاشاعات حولهم، انتقلت لاقف وقفه رمزيه معهم، وكنت قررت ان اكون ان اشاهد فقط، ان المس عن قرب ما يحدث، ولم أتحمل الاعتقالات بمجرد أن يتكلم جزائري ويقول تحيا الجزائر يعتقل، لم أتحمل ذلك فانفجرت. أعتقد أني تحدثت باسم كل جزائري الذين صبروا كثيرا، أعتقد أن الشعب الجزائري صبر كثيرا. أنا مواطنة لا أنتمي إلى أي حزب سياسي، مجتهدة جدا في عملي، لذلك يصدقني الطلبة ويصدقني الناس. ما يحدث في الجزائر، نحن في حالة، أولا نحن في لحظة تاريخية حرجة، لكن الذي لم يتوقعه أحد من أهل السياسة أن هناك وعي جديد، هناك شباب قادم إلى الحياة يريد الحياة بسلم. ربما مثلتهم لأني أعمل معهم، أنا أستاذة في الجامعة، إذا نتعامل مع الشباب أكثر مما أتعامل مع طبقات أخرى، هم يريدون الحياة. لم يجدوا فقط، إذا بالنسبة للمشهد السياسي لم يعد أحد يثق في الأحزاب السياسية وفي كل الذين يتحدثون باسم الشعب وباسم الشباب، لكن بمجرد أن خرجت مواطنة بسيطة منهم صدقوها في البداية دون أن يعرفوا من تكون. فأتمنى على الذين يستمعون إلي أن يجنبوا هذا البلد الانزلاقات الخطيرة. يكفي من مات في الجزائر، يكفي من ماتوا بالمجان، نكاد ننساهم اليوم. طبعا وانت ايضا في وقفة امس على ما اعتقد كذلك للطلبة في بجاية، ربما أشرت أيضا إلى هذا الكلام. وهنا ربما سؤال عن مسؤولية النخب، وأنت أستاذة جامعية وكاتبة تكتبين الأدب، مسؤولية النخب، ما دور النخب فيما يحدث وفي تحديد مستقبل الجزائر؟ نعم، هو بالتحديد بالنسبة للجزائر لا ينفع أن يخرج الشعب إلى الشارع. بالنسبة للحالة الجزائرية لا ينفع أن يخرج الشعب، ثم لن يخرج الشعب. لاحظتم ذلك أن الشعب واعي جدا، على عكس تماما ما يروج له النظام، يحاول أو يتعامل معه بحالة من بنوع من الاستخبار، فتش تاريخيا فيحاسب عليه تاريخيا. هو ذكي جدا، لم يخرج للشارع لأنه يعرف أن أنا عندما وصلت إلى العاصمة في تلك الوقفة، قبل أن أعود إلى وقفة الطلبة في جامعة الجاية الذين أحييهم يعيدون الروح للجزائريين، قلت عندما وصلت إلى الجزائر العاصمة وجدت الأمن والصحافة، فحدثت الأصدقاء قلت لهم اكتبوا اسمي واكتبوا المصدر، قولوا أن الأمن الوطني سيخرج في مظاهرة لاستعادة شرف الجزائر بصورة فاخرة قليلا، لكن شر البلية ما يضحك. بالنسبة قلت الحالة الجزائرية لا ينفع أن يخرج الشعب، هناك دور للنخبة، لا يمكن أن تتخلى عن دورها في هذه اللحظة التاريخية. النخبة هي التي تقود حركة المواطنة، هي التي تقود حتى نتجنب كل الانزلاقات التي يقول النظام أنها في الاحتجاجات ستدخل المجتمع الجزائري في انزلاقات خطيرة وسيموت من يموت. لن يموت أحد، الجميع، وهذا ما حدثت به طلبتي، طلبة العلم، كل واحد، كل النخبة بدءا بالطالب إلى كل الشرائح المثقفة تحتج بصورة سلمية. ربما سننجح وربما لن ننجح، ليس سهلا أن نغير نظاما دام أكثر من 50 سنة، ليس سهلا، لكن البداية تتم بصورة سلمية. النخبة الثقافية هي التي تقود وتكون في طليعة الاحتجاج. نبدأ الآن، لست أدري متى يمكن أن يتم التغيير، لكن الذي أنا على يقين منه أن الشباب، أن وعيا جديدا في شباب الجزائر قد تبلور الآن، وأثق في الغد، أثق ثقة كبيرة في الغد، أن الذين يمثلون الآن، لأني طلبت للكلمة القصيرة، كانت قصيرة لكنها مركزة، طلبت من طلبتي أن لا يغادروا الجامعة، في الشارع هناك من يستغلهم، سمح الله بعض الأحزاب لذلك لم يعد يصدقهم أحد، يستعملونهم لأجندات خاصة.
هناك حركة مجتمعية كبيرة، الجزائري تعب، تعب كثيرا والآن يدافع عن حقه في الوطن. طيب هل في امكان في اعتقادك، نعم. سؤال اخير حكيم صبيحي، طبعا هذه الحركية الشعبية، هذه النخبة التي تتحرك، طبعا كانت الانتقادات توجه دائما الى النخبة، تتهم انها حتى سبب النكبة في الجزائر، الان تخرج من يخرج في بركات، يعني كتاب، مثقفون، صحفيون، هل يمكن ان يكون لصدى كلامك هذا الوعي ما تتحدثين عنه ان يعود او ربما يستيقظ وعي ما في أصحاب القرار في السلطة في النظام في الجزائر؟ أتمنى أن يحدث شيء ما فيهم، لكن الذي أنا على يقين أن هناك وعي جديد تحرك بعد كلامي في الشباب. أنا أراهن على الشباب صدقا، لا يمكنني أبدا أن أغير إنسان تجاوز 50 سنة، لكن أعرف أن الشباب يصدقونني لأنهم يعرفون كيف أشتغل منذ 20 سنة في الواقع في الميدان. أنا أثق فيهم. شكرا جزيلا لك حكيمة صبيح الكاتبة والأستاذة الجامعية، كنت معنا عبر الهاتف من بجاية. أعود إلى فضيل بومالة. فضيل بومالة، معذرة على المقاطعة، وأعتقد ربما سمعت كلاما يدفع في ترقية هذا النقاش. تفضل بإكمال فكرتك على السيناريو الثاني ربما توقف. أنا أثمن طبعا، أنا لا أعرف الأستاذة شخصيا يعني، وأثمن ما قالته وما يقوله أيضا نشطاء آخرون، ونحن محتاجين كما يقال في علم التسيير يعني رؤوس كثيرة تفكر بالضرورة أحسن من رأس واحدة، نحن نحتاج لجزائريين آخرين. أنا طرحت السيناريو الأول الذي تريد السلطة أن تذهب إليه، تذهب إلى فرض بوتفليقة ثم بعد ذلك دستور وتعيين نائب رئيس ومن ثم يسير الأمور الجارية، وبعد ذلك تصبح مسألة خلافة بوتفليقة أمر عادي داخل النظام. لكن طبعا هذا السيناريو يجب أن نقف له بالمرصاد، لأننا سنبدأ ابتداء من الأسبوع القادم في وضع دستورنا كشعب بأنفسنا منذ الاستقلال، لأول مرة منذ الاستقلال. السيناريو الثاني يتوقف الجواب عليه عن يتوقف على الإجابة على علاقتنا الآن بمسألة انتخابات 17 أبريل. هل يجب أن نخلق حراك حقيقي في المجتمع، وعيا حقيقيا في المجتمع، لكي تصبح هذه الانتخابات لاغية ومن ثم نخلق ميزان قوة قبل 17 أبريل، أم أننا نفرض على النظام أجندتنا كمجتمع لمرحلة ما بعد 17 أبريل ومن ثم نفرض آليات داخل المعارضة وداخل النشطاء والمجتمع المدني ككل بمثقفيه ومواطنيه البسطاء وما إلى ذلك، نفرض أجندتنا، وهذه الأجندة هي التي تحدد في تقدير انطلاقا من وضعنا لدستورنا التأسيسي لأول مرة منذ استقلالنا، هي التي تحدد طبيعة الانتقال الديمقراطي. المعارضة تتحدث عن الانتقال والسلطة لا تتحدث طبعا عن الانتقال، بالنسبة إليها الوضع مستقر والأمور جميلة ونتائج 15 سنة من الحكم رائعة. الانتقال الديمقراطي يا سيدي يتحدد بمجموعة من الشروط، هل هو انتقال فوقي كما حدث لحد الآن منذ 1988؟ هل هو انتقال تفاوضي يتم العمل به مع السلطة، أي مع الرئاسة ومع الجيش؟ أم هو ميزان قوة جديد يحمل برامج ومشروع مجتمع جديد للجزائر تقوده نخب من داخل المجتمع من التحت؟ يعني انتقال ديمقراطي حقيقي من التحت إلى الفوق وليس العكس، وليس بالتفاوض مع السلطة. هناك كثير من الأحزاب سواء في اليسار أو في اليمين أو في الإسلاميين الذين يدعون إلى تفاوض وحوار مع السلطة. أنا أقول تحاورون السيد بوتفليقة لا يتكلم، تحاورون السيد سلال يقول لكم وهو وغيره هذا نبي مرسل، تحاورون السيد قايد صالح هو يساند السيد بوتفليقة. إننا لا نستطيع أن نحاور هؤلاء لأنهم لا يريدون الحوار، وخلقوا في تاريخ البشرية يا سيد جمال الشعوب هي التي تمتعد وتناهض أنظمة الحكم وتكره أنظمة الحكم وتريد تغييرها. في حالة الجزائر نظام الحكم هو الذي يكره الشعب والذي يغير يريد طيب. أن يغير الشعب ذهنيا وثقافيا. فضيل كلام كان مهم في دقيقة لو سمحت. الانتقالية التي يجب أن تفرض يجب أن تكون في فلسفتها ومنظومتها داخل مجموعة المعارضة ككل،
بمعنى أن المعارضة هي التي تحدد آليات الانتقال الديمقراطي، وهي التي تحدد البرامج والمشاريع التي تتقدم بها للمجتمع ثم تقدمها كميزان قوة، ميزان قوة ان رابور دو فورس تفرضه على السلطة. إن السلطة في الجزائر بذهنيتها لن تقبل أبدا بالتغيير السلمي، أما نحن فنريد أن نغير النظام سلميا، ولكن انطلاق من المجتمع وليس انطلاقا من أشياء وهمية ننتظر أنها تكون من داخل النظام. إن النظام لن يتغير، لن يغير نفسه، لن يقبل أن يغير بأي طريقة من الطرق، ويتهم كل من يدعو إلى التغيير إما بالخيانة وإما بالعمالة للخارج وإما بالتخابر مع إسرائيل ومع الشيطان. إن النظام مغلق، إن النظام ميت قاتل، وعليه أن نصنع جزائر موازية. شكرا جزيلا لك، شكرا شكرا جزيلا لك فضيل بومالة الباحث والناشط الحقوقي. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من هذه التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية في الجزائر. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.